حول القصف، لا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأشكال ولا نسمح بقصف واستهداف أي موقع في داخل أرضنا وفي داخل بلدنا من قبل أي طرف كان. نحن ضد هذا الاستهداف العسكري، نحن ضد هذه المناوشات العسكرية واستمرارها. نحن نطلب من قبل جميع الأطراف أن تحترم سيادة أرض العراق وحقوق شعب كردستان. شعبنا ومنذ سنين عديدة ناضل وضحى بنفسه وبدمائه، سكبنا الكثير من الدماء للخروج من الدكتاتورية لنصل إلى أفق ديمقراطي حر لتحرير بلادنا. اليوم عندما تأتي أطراف أخرى تقصف هذه المناطق، وبعض الأطراف تجعل هذه المسألة مسرحا للمناوشات بينها وبين أطراف أخرى، نحن لسنا مع هذه السياسة، نحن ضد هذه السياسة. نتمنى من جميع الأطراف أن تحترم سيادة الأرض العراقية وأن تحترم التضحيات في إقليم كردستان، إن كانت في معارضة الدول الجوار أو دول الجوار نفسها أو الحكومات. يجب أن يحترموا شعب كردستان وتضحيات شعب كردستان. هذه جريمة ارتكبت بحق شعب كردستان، وتهمة ألصقت بإقليم كردستان، تهمة غير صحيحة، لا أساس لها من الصحة، لا توجد أي أدلة، ولم تكن هناك أي أدلة، ولم تعرض أي أدلة لتثبت حقيقة هذه الادعاءات والاتهامات. إن كانت هناك أدلة للتجسس، أين هي؟ أين هي؟ هناك وفد من الحكومة الاتحادية اتجه إلى طهران إلى إيران لطلب الدليل. هذا الوفد أتى إلى هنا، لم يستحصل أي دليل ولم يرى أي دليلا، وهم أيضا من خلال التحقيقات توصلوا إلى قرار ونتيجة بأنه المكان يعود لتاجر مدني لا علاقة له بأي مركز عسكري أو مركز للتجسس. هذه المسألة إن كانت خطأ، إن كانت متعمدا، إن كانت مقصودة، لجنة التحقيق يجب أن ترد على الشعب العراقي بشكل عام وعلى شعب إقليم كردستان بشكل خاص وبشكل أكثر خصوصية. هذا المواطن المحترم يجب أن يعوض، لأنه تعرض إلى قصف، بيته تم تخريبه. أنا لا أعلم الخطوات القانونية كيف اتخذت، هل هناك الشكايات، لكن من حقه أن يطالب بحقوقه. هذا المواطن من حقه أن يقدم الشكاوى ليستحصل حقوقه، ولا يمكن التراجع عن هذا الحق.